وأسطورة الهلال سامي الجابري يقول بأن الفوز على النصر بطولة، يقول بأن الفوز على النصر بطولة بطولة بطولة. يعني احنا مطالبين الآن نحن نحقق بطولة، وفيها كل هذا بوصل لك إلى بطولة في بطولتين، أعتقد البطولتين اللي هي من أنك أنت تخرج النصر كمنافس تقليدي وكديربي، هذا أول مرة كلام أقوله بدون تحفظ العربية، أن تخرج نادي النصر تأخذ البطولة، هذا أنت أعطيت طموحك الجماهيري.